السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا وأساتذتنا الأفاضل والكرام، أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق منصة أريد العلمية. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الأمسية المباركة وفي ندوة علمية جديدة من ندوات برنامج سباق الأمم، هذا البرنامج الذي سيقدم طيلة أيام شهر رمضان المبارك. نرحب بكم أساتذتنا الكرام في ندوتنا العلمية التي تحمل عنوان الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة الإنتاج. سنتكلم فيها إن شاء الله عن التكنولوجيا التي بدأت كمجرد فكرة ثم أصبحت الآن في طليعة الابتكار محفزة ثورة صناعية جديدة تماما. سنكتشف كيف تعيد الطباعة الثلاثية الأبعاد تشكيل الصناعات من التصنيع إلى الطب وغيرها، وتغير من مفاهيم الإنتاج والتصميم معا. سنلقي نظرة على الفرص والتحديات التي تواجهنا في هذا السباق العالمي نحو الابتكار. نأمل أن تجد الندوة مصدر إلهام ومعرفة. نبدأ على بركة الله مع بحثنا الأول أو مشاركتنا الأولى مع الدكتورة شيماء محمد عامر ناصف، أستاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزهر، تخصص تصميم أزياء، وعنوان المشاركة الطباعة الثلاثية ثورة صناعية. فلتتفضل سعادة الدكتورة شيماء ولكم كل الصلاحية. تفضلي دكتورة، معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد. يسعدني ويشرفني انضمامي لكم اليوم في برنامج سباق الأمم منصة أريد، فكل التحية للقائمين على هذا الحدث وشكرا للسادة الحضور كل باسمه وصفته. فدعونا نبدأ. في القرن 21 أصبحت المعرفة والتعلم المتواصل إحدى أهم مفاتيح النجاح. في جملة شهيرة بحبها جدا قالها مدرب كرة السلة الشهير بارت رايلي: إن لم تكن تتحسن كل يوم فأنت تسوء. في الوقت الذي تتقدم فيه التكنولوجيا للأمام، لو أنت ما تعلمتش وكان عندك إدراك بكل ما هو حديث ستتخلف عن الرقم، فبيئة اليوم ليست ثابتة. من هنا كان موضوعنا اليوم الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة صناعية. سنتحدث بشكل مبسط علمي سريع عن تعريف الطباعة ثلاثية الأبعاد. المواد التي تستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، تطبيقات الطباعة الثلاثية ومميزات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومخاوف استعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد. الطباعة ثلاثية الأبعاد من تقنيات التصنيع التي نهضت وتسارعت بشكل ملفت مؤخرا، وظهرت إعلاميا على الأقل في ال5 سنوات السابقة على شكل تقنية أشبه بالسحر. تقوم بتصنيع كل ما يخطر في بالنا من معادن ولدائن وسيراميك وحتى ألياف حية وأعضاء بشرية. التقنية فعليا عمرها أكثر من 30 عاما، ظهرت على مبدأ إضافة طبقات من مادة معينة بعضها فوق بعض لإنشاء مجسم هو محصلة شكل هذه الطبقات متراكمة معا. ومن هنا كان الاسم العلمي للطباعة ثلاثية الأبعاد هو التصنيع بالإضافة، زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا هو طبقات فوق بعضها البعض. فكرتها زي مسدس الشمع بالظبط، بيدخل جزء صلب من ناحية ويطلع لين من الناحية التانية بعد تعرضه للهواء بيتصلب. البلاستيك اللين ده الشبه صلب بيكون قابل للتشكيل فنقدر نطبع بيه أي شيء. نكست. مواد تستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، عندنا إيه اللي بنستخدمه في الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ أول حاجة المواد المعدنية زي الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والذهب والفضة، 2 اللدائن، 3 بوليمر الخشب، 4 الورق والأطعمة. إيه التطبيقات بتاع الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ أول حاجة مجال التعليم، الطب، الطائرات، السيارات، المجوهرات، الفن والتصميم والنحت والهندسة والموضة والطعام. أول حاجة في مجال التعليم نكست. التعليم دائم محرك رئيسي لتقدم التكنولوجيا.
مع ظهور تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، تمكن المعلمون والطلاب على حد سواء من الارتقاء بالتعلم إلى مستوى جيد، فجلبت التكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد بعدا جديدا للطريقة اللي بيتعلم بها الطلاب، وجعلت التعلم أكثر تفاعلية وجاذبية. زي إيه؟ أول حاجة، بتطيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للطلاب إنشاء التصميمات بتاعهم وطباعتها، مما يمكنهم من التعلم بالممارسة، ويعد هذا النهج العملي للتعلم أكثر فاعلية من الأساليب التقليدية، لأنه بيشرك الطلاب في عملية التعلم، مما يجعلهم أكثر استثمارا فيما يتعلمناه. على سبيل المثال، يمكن للطلاب اللي بيدرسوا علم الأحياء استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء نماذج للخلايا والأعضاء والهياكل البيولوجية الأخرى، والتي يمكن أن تساعدهم على فهم المفاهيم المعقدة. وبشكل خاص للطلاب الذين يتعلمون بشكل أفضل من خلال الوسائل البصرية، ويمكن أيضا للمدرس إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لمعلم تاريخي أو مبنى يمكن للطلاب لمسه وفحصه أثناء التعرف على تاريخ المبنى ده. جعلت تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد التعلم في متناول الطلاب ذوي الإعاقة، من خلالها يمكن للمعلمين إنشاء نماذج بيلمسوها وأدوات مساعدة أخرى يمكن أن تساعد الطلاب الذين يعانون من إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى على الفهم. شجعت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الإبداع في الفصل الدراسي، فيمكن للطلاب استخدام التقنية لإنشاء التصميمات بتاعهم، مما يسمح لهم باكتشاف قدراتهم الإبداعية وخيالهم وتحقيق أفكارهم على أرض الواقع. نكست. في المجال الطبي، مميزات التعلم بالطباعة ثلاثية الأبعاد عندنا تجعل التعلم نشطا، وبتعزز العملية التعليمية، فهم العالم الحقيقي والاستعداد للمستقبل، وغرس الذكاء المكاني، وتنمية الإبداع والتصور، وتعزيز المشاركة الرقمية، وتعزيز التفكير الحسابي. نكست. أيضا هنتكلم في استخدام الطباعة الثلاثية في المجال الطبي. تمكن العلماء من صناعة أجزاء لمساعدة ضعاف السمع وأطراف صناعية، والأكثر غرابة أنهم تمكنوا من صناعة وجه كامل، أي مطابق للحقيقي، لإحدى المصابين في حريق فقد فيه وجهه. الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطائرات. عام 2017 سيسجل في تاريخ صناعة التقنية والطيران باعتباره العام الذي بدأ فيه عصر إنتاج الطائرات باستخدام الطابعات الرقمية ثلاثية الأبعاد. مع بداية دخول صناعة الطيران في رحلة تحول يتوقع لها أن تكون بطيئة في البداية لكنها عميقة الأثر، لتتغير طريقة صناعة الطائرات من الخراطة واللحام واستخدام السبائك وعمليات التجميع إلى الطباعة والبناء عبر نظم يتشارك في تشغيلها الكمبيوتر والبرمجيات والإلكترونيات والتقنيات المتطورة. في صهر ونفس المعادن العالية، المتانة الخفيفة الوزن على أسطح مستوية لطباعة الأجزاء المختلفة من الطائرة بما فيها المحركات والجسم الضخم للطائرة. عندنا في الصورة اللي قدامنا دي بيقول لنا هنا إن في شركتين للتصنيع يطوران أول أجزاء داخلية لطائرة الاتحاد للطيران اعتمادا على التكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد، ومنها هما 50% تقريبا وفروا في الإنتاج، و75% وفروا في الوقت بتاع مراحل التطوير، و60% وفروا في وقت أسرع في عمليات الإصلاح. عندنا الصورة اللي بعد كده. نكست. بتوضح لنا أول محرك طائرة مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطائرة. والصورة اللي بعد كده، شركة MGV في الصين أنشأوا طائرة بدون طيار مصممة لتدوم طويلا ومحسنة لتحقيق أقصى سرعة ومقاومة للتأثير والمتانة لأصعب المواقف. 4 في مجال السيارات، تعتبر لوكال موتورز أولى الشركات التي قامت بإنتاج سيارة مطبوعة بالأبعاد الثلاثية بشكل كامل، وتعرف بـ LM3D، وتتكون السيارة الكهربائية من 80% من بلاستيك و20% من ألياف الكربون، ويتم تعزيز البلاستيك بألياف الكربون الذي يتم تطبيقه على الهيكل اللي هو أو الإطار والجسم الخارجي وبعض الأجزاء الداخلية للسيارة مثل البطارية والمحركات والأسلاك،
وتكون ال M3 دي خفيفة الوزن ولكنها قوية جدا مثل أي سيارة تقليدية. والشركة هنا بتقول إنها متوافقة تماما للسير على الطريق، وسيتم إنتاج ال M3 دي في المصانع الصغيرة للتصنيع بالإضافة في جميع أنحاء العالم. وقتها هتكون الشركة قادرة على إنتاج 250 سيارة مخصصة سنويا مع نسبة صفر في النفايات المادية، وستبلغ تكلفة السيارات نحو 530 ألف دولار. وتقول الشركة إن المشترين سيكونون قادرين على تصفح الإنترنت وتخصيص سياراتهم والحصول عليها مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية في 44 ساعة فقط. في شركة، الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا شركة في كاليفورنيا كشفت عن سيارة خارقة اختبارية جديدة ومميزة وسموها بلايد، واللي بيميزها إن هو تم صناعة الشاسيه بتاعها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقول الخبراء نحن على أعتاب ثورة في عالم تصنيع السيارات، فجميع الشركات ما زالت تصنع أجزاء السيارات بنفس الطريقة منذ أكثر من 100 سنة، والآن لدينا تكنولوجيا جديدة لتصنيع أجزاء السيارات بطرق أفضل وأسرع، وهذه العملية هتوفر لنا أفضل المنتجات وأكثرها أمانا، وهذا ما نفعله بالضبط. ولكن تبقى هناك تساؤلات عن مدى فعالية تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة السيارات. السيارات عملية وقادرة على التحمل وتستطيع منافسة السيارات المصنوعة بشكل تقليدي. الشركة اللي في كاليفورنيا تأمل أن تثبت بسيارتها الجديدة أن هذه التقنية هي تقنية المستقبل في هذا المجال. 5 المجوهرات. بدل من نحت الشمع بالطريقة التقليدية، يقوم الجواهريون اليوم بطباعة ثلاثية الأبعاد بالشمع. تتيح الطبعة ثلاثية الأبعاد إمكانية إنشاء نموذج شمعي رئيسي مفصل بدقة في صناعة المجوهرات. أصبح التخصيص اتجاها شائعا مؤخرا، فباستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن لصائغ المجوهرات إنشاء قطع فريدة من نوعها مصممة خصيصا وفقا لتفضيلات العميل ومواصفاته. على سبيل المثال، بتقدم لنا XYZ Jewelers خدمة مجوهرات مخصصة، حيث يمكن للعملاء تصميم الخواتم بتاع الخطوبة بتاعتهم أو أي خاتم أو أي قطعة مجوهرات خاصة بهم، ويمكن للعملاء اختيار نوع المعدن واختيار حجم وشكل الماسة وحتى إضافة نقوش شخصية. وباستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد يقوم السائق بعد ذلك بإنشاء نموذج أولي للخاتم، مما يسمح للعميل برؤية التصميم والموافقة عليه قبل الانتهاء منه أو إجراء أي تعديلات. لا يضيف هذا المستوى من التخصيص قيمة عاطفية للمجوهرات فحسب، بل يضمن أيضا حصول العملاء على ما يرغبون فيه بالضبط دون المساس بالجودة أو الأسلوب. 6 الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الفن والنحت والتصميم. يمكن للفنانين والمصممين الاستفادة من هذه التقنية لإنشاء قطع فنية فريدة. يصبح بإمكان الفنانين أيضا الإبداع وإنشاء هياكل إبداعية بتعبر عن رؤيتهم بشكل ملموس وتحول أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس. يمكن إنشاء منحوتات فنية وأعمال فنية ثلاثية الأبعاد وهياكل معقدة بطريقة لم تكن من السهل صناعتها بالطريقة اليدوية. هذا يتيح للفنانين التعبير عن أفكارهم بشكل أكثر دقة وتفصيلا للتقنية، أيضا إمكانية للتجربة والابتكار في ميدان الفن والتصميم، ويمكن للفنانين استكشاف مفاهيم جديدة وتجارب فنية فريدة. عندنا في الصور اللي قدامنا هنا، ثانية، في الصورة اللي قدامنا هنا نماذج ثلاثية الأبعاد. صور من معرض تعريفي لمعالم الإسكندرية الأثرية القديمة والحديثة، معمول بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بمبنى ديوان عام المحافظة، وكان ده في سنة 2023. نيكست. في الهندسة، هناك العديد من الشركات المعمارية الناجحة الآن عادة ما تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنزل، يعني في صناعة المنازل، أو كخدمة بعد الإنشاء، أو كجزء هام من سير العمل الخاص لزيادة الابتكار وتحسين التواصل. في الآونة الأخيرة تحولت رؤية بعض المهندسين المعماريين والإنشائيين إلى البحث في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد مباشرة كطريقة جديدة في البناء، مثل ما تقوم به بعض الشركات الصينية
ببناء هياكل كاملة للبيوت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. في عام 2013 تمكنت وينسون وهي الشركة الصينية من طباعة 10 منازل في فترة 24 ساعة لتصبح واحدة من أولى الشركات التي حققت هذا الإنجاز باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وفي الآونة الأخيرة وتقريبا في عام 2018 تمكنت عائلة في فرنسا نيكست هي الأولى في العالم التي تعيش في منزل مطبوع ثلاثي الأبعاد. تسعى مدينة دبي أيضا إلى طباعة ربع مبانيها بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2025. ثمانية، الطباعة ثلاثية الأبعاد في الموضة. تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد إحدى وأكثر التقنيات ابتكارا وأحداثا للتغيير في مجال الأزياء المستدامة. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة إنتاج الملابس، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وبتكون الملابس دي صديقة للبيئة، وده اللي متجه ليه العالم مؤخرا. فباستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لإنشاء الملابس يمكن للمصممين التخلص من الحاجة إلى الطرق من طرق التصنيع التقليدية مثل القطع والخياطة والتي غالبا ما تؤدي إلى هدر كبير. ولم يقتصر الأمر على الفساتين فقط كما كان في الآونة السابقة، بل أصبحت هناك حقائب وأحذية بأشكال مختلفة وتصميمات لا يمكن أن تتخيل أنها مصنوعة منذ البداية للنهاية بطابعة ثلاثية الأبعاد. في ختام هذه الجزئية، فإن صعود الموضة المستدامة مدفوعا باعتماد تكنولوجيا الطابعة ثلاثية الأبعاد يمثل تحولا كبيرا في صناعة الملابس التقليدية، وبعد كده ممكن هيكون في أي بيت موجود طابعة ثلاثية ويمكن لأي شخص أن يصنع الملابس الخاصة به. عندنا في الصورة الأولانية فستان مصنوع بتقنية 3D للمصمم فرانسيس، والصورة الثانية ثوب سباحة مطبوع بشكل ثلاثي الأبعاد بطباعة ثلاثية الأبعاد من تصميم جينا فريزل وهونج من شركة كوانتوم. وعندنا الصورة الثالثة نموذج أولي لأول حذاء رياضي من نايك مصنوع بطباعة ثلاثية الأبعاد. عندنا الطعام، الطباعة ثلاثية الأبعاد بتظهر لنا طريقة جديدة في إعداد وتقديم الطعام وبالأخص الأطعمة فالمستخدمين الأطعمة الجاهزة. فالمستخدمين الأوائل في هذا المجال كانوا مصنعي الحلويات مثل الشوكولا والسكريات، وذلك باستخدام طابعات خاصة بها. وهناك بعض التجارب المبتكرة مع المواد الغذائية وذلك بطباعة اللحوم على مستوى البروتينات الخلوية في الآونة الأخيرة، وتستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعداد المعكرونة. بالنظر إلى مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال صناعة الطعام، في يوم من الأيام سوف يمكن إعداد الطعام بصورة كاملة وبطريقة تمكننا من الحفاظ على توازن المكونات الغذائية وتكون صحية. الصورة الأولى بتوضح لنا طباعة الشوكولا بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وعندنا الصورة الثانية طباعة أو إعداد المعكرونة بالطباعة ثلاثية الأبعاد. مميزات التقنية بتاعتنا، أولا سهولة تعديل التصميم سواء في المجال الهندسي أو المجوهرات أو مجال الملابس أو أي مجال عندي بيكون سهل إن أنا أعدل على التصميم بتاعي. إمكانية نسخ التصميمات باستخدام نظام مسح ضوئي رقمي للنموذج الأول، وبعد ذلك بيتم تحويل البيانات إلى منتج ثلاثي الأبعاد من المادة المختارة سواء مواد معدنية أو ورقية أو أطعمة أو أيا كان. ثلاثة، إمكانية الحصول على أجزاء كبيرة الحجم زي الأجزاء البارزة والمتداخلة والأجزاء المعشقة بزوايا أقل من 90 درجة والتي من الصعب أو المستحيل الحصول عليها بطرق التشكيل التقليدية. من المميزات أيضا إن مفيش أدوات أو أجهزة كتير بنستخدمها في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وده بيختصر لنا الوقت والتكلفة. لا توجد حدود لمدى تعقيد التصميم، عندنا طباعة ثلاثية الأبعاد هتتيح لك تنفيذ أي تصميم
حتى انت تخيلته او صممته هيطلع في الحقيقة زي ما انت تخيلته او رسمته على الكمبيوتر. تتفوق طريقة الطباعة الثلاثية على طرق التشكيل التقليدية، وذلك أن مكونات المنتج في طريقة الطباعة الثلاثية تنافس أداء مثيلتها التي صنعت بالطرق التشكيل التقليدية. طبعا تكلفة أقل بالنسبة للأشكال المعقدة، دورة إنتاج قصيرة جدا، الحصول على منتج مطابق لكل المواصفات القياسية. طيب، هل هناك مخاوف من استعمال الطباعة الثلاثية الأبعاد؟ زي أي تكنولوجيا بيكون عندنا جوانب يعني مميزة وبيكون عندنا جوانب سيئة. من المخاوف اللي بتقابلنا من استعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد طباعة الأسلحة، وبالفعل تمكنت جماعة من صناعة أول مسدس باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما أثار المخاوف حول العالم من إمكانية طباعة أي شخص لهذه الأسلحة واستخدامها بكل سهولة. فبيتوقع الخبراء أن يحتاج العالم إلى تشريعات قانونية جديدة تتعلق بالطباعة الثلاثية الأبعاد، ولكن يظل الجزء الأصعب في هذا الصدد هو تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها. إيه المخاوف اللي بتقابلني تاني من استعمال الطباعة الثلاثية الأبعاد؟ إحنا اتكلمنا إن إحنا بنستخدمها في طباعة الأطعمة سابقاً. المخاوف بقى إمكانية طباعة المخدرات. تمكنت باحثة في جامعة اسكتلندية من عمل نموذج أولي ثلاثي الأبعاد قادر على طباعة العقاقير والأدوية من خلال إن إحنا بنجمع المركبات الكيميائية على المستوى الجزيئي وبيتم طباعته، وهو ما من شأنه إحداث ثورة صناعية في الأدوية من خلال السماح للمرضى بطباعة الدواء الخاص بهم بمساعدة الخطة الكيميائية التي يحصلون عليها من الخبير. وبقدر ما يمثل هذا البحث خبرا سعيدا للكثير من المرضى، إلا أنه ينذر بكارثة، لأنه يمكن للكيميائيين تصنيع أي شيء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأشخاص أيضا ومنها إمكانية طباعة المخدرات. سرقة أجهزة الحاسب الآلي. أو الصراف الآلي. في موقع في عام 2011 ذكر أنه تمت محاكمة عصابة بتهمة سرقة أكثر من 400 ألف دولار من خلال طبع القاشطات للصراف الآلي باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن جهاز تجسس على ماكينات الصراف الآلي الـ ATM التي يتم تثبيتها في ماكينات الصراف الآلي، ويمكنها قراءة وتسجيل بيانات المستخدمين المسجلة على بطاقات الائتمان التي تدخل للجهاز، ثم إرسال هذه البيانات إلى القراصنة. عندنا أيضا تهديد الصحة بالمواد التي تتلامس مع الغذاء. استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلالها بيمكننا صناعة الشوكة أو المعلقة أو الطبق أو حتى أي أدوات إحنا بنستخدمها في الطعام. ده شيء رائع بالتأكيد، لأن هناك تحذيرات كبيرة من المواد اللي بتدخل في تصنيع الأدوات ديت، لأن هي بيئة خصبة لنمو البكتيريا لو ما تمش تنظيفها طبعا. وفي مواد بتكون عندنا غير آمنة على الصحة، أو ممكن إحنا نطبعها بطريقة غير صحيحة. طباعة سبائك الذهب. في موقع حذرنا من إمكانية استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد لتزييف سبائك من الذهب المطبوعة وغيرها من المعادن الثمينة، مما يهدد اقتصاد أي دولة بالتضخم. الخلاصة، عندنا المستقبل الواعد للطباعة الثلاثية الأبعاد في الثورة الصناعية الرابعة. أول حاجة هي مهمة جدا في توسيع التطبيقات. قطعت تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد شوطا طويلا منذ بدايتها، كما أن إمكاناتها للنمو والابتكار هائلة جدا، يعني كل شوية بيطلع حاجات جديدة بتؤكد لنا إن هي فعلا ثورة صناعية. اتنين، إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف. طبعا ديت من أهم مميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد، هي إمكانية الوصول إليها، يعني أي فرد ممكن يوصل إليها
وإنه يكون قدرة على ليه قدرة على تحمل تكاليفها. ومع انتشار التكنولوجيا بشكل أكبر تستمر تكلفة الطابعات والمواد ثلاثية الأبعاد في الانخفاض. إحنا عارفين في بداية انتشار أي تكنولوجيا بتكون سعرها غالي جدا، وبعد كده لما بتبدأ تنتشر سعرها بيبدأ إن هو ينخفض، مما يجعلها في متناول الأفراد والشركات الصغيرة وحتى في البلدان النامية. عندنا التصنيع المستدام، لا تقتصر الثورة الصناعية الرابعة على التقدم التكنولوجي في حسب، كما يؤكد أيضا على الاستدامة وممارسات التصنيع المسؤولة غالبا ما تؤدي عمليات التصنيع التقليدية إلى كميات كبيرة من النفايات. عندنا لو إحنا زي الملابس ما أنا ذكرتها قبل كده، إن أنا لو استخدمت الطريقة التقليدية في الصناعة بيطلع هادر كتير، فبالتالي بيزود النفايات، وده ما بيعملش على تنمية البيئة المستدامة. لكن عندي لو أنا استخدمت طرق تصنيع مستدامة ده بيحقق لي الاستدامة وبيقلل لي النفايات. عندي التخصيص، في عالم اليوم الذي يتمحور حول المستهلك يعد التخصيص هو مفتاح النجاح، فتوفر لنا الطباعة ثلاثية الأبعاد فرصا لا مثيل لها للتخصيص، مما يسمح للشركات بإنشاء منتجات فريدة مصممة خصيصا لتفضيلات العملاء الفردية زي ما أنا قلت في المجوهرات وأيضا المنازل. التصميم المرن والمتكرر، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن للمصمم إنشاء نموذج أولي واحد وبعدين بيختبره بسرعة جدا، مما يجعل تكرار التصميم أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. في الختام، فإن مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد في الثورة الصناعية الرابعة يبدو واعدا مع استمرار التكنولوجيا في التقدم، كما أنها أصبحت أكثر سهولة يمكننا أن نتوقع أن نرى اعتمادها على نطاق واسع في مختلف الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الموضة. تحدث شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد تحدث شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في طريق تصميم المنتجات وتصنيعها وتخصيصها، وإن إمكانات الابتكار والاستدامة والتخصيص التي توفرها الطباعة ثلاثية الأبعاد تجعلها أداة قوية للشركات الناشئة التي تتطلع إلى الازدهار في الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها. شكرا لحسن استماعكم، وأرجو يعني أن يكون الحضور استفادوا، وشكرا جزيلا. شكرا شكرا سعادة الدكتورة، بارك الله فيكم على هذه المعلومات الرائعة، بارك الله فيكم، شكرا لحضرتك يا فندم. الله يكرمكم يا رب، الله يحفظكم شكرا. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل الآن معكم لمشاركتنا الثانية مع سعادة الدكتور أمين يحيى عبد الله الخولاني، أخصائي تقويم أسنان ومدير شركة ديجيتال ديفايس لاب، وعنوان مشاركته التطورات المذهلة في تكنولوجيا طب الأسنان والطباعة ثلاثية الأبعاد، فليتفضل مشكورا والصلاحية مع حضرتك، تفضل. تسلم دكتور، يسعد مساكم وأخواتي المباركة، وشكرا لمنصة أريد على حسن الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، حنتكلم على التطورات المثيرة اللي في تكنولوجيا طب الأسنان والطابعة ثلاثة الأبعاد. طبعا تعتبر التكنولوجيا في مجال طب الأسنان من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الرعاية الصحية، وفي هذه المحاضرة سنكشف التطورات الرائعة في مجال طب الأسنان وكيف تمكنت الطبعة ثلاثة الأبعاد من العمل في هذا المجال. بسم الله. بشكل عام الطبعة ثلاثة الأبعاد في طب الأسنان هي عبارة عن تقنية تسمح بإنشاء جسم ثلاثة الأبعاد من خلال تراكم طبقات رقيقة من المواد، يتم ذلك باستخدام طبعة ثلاثة الأبعاد، حيث يتم إنتاج نموذج رقمي إلى جسم فعلي. وهناك العديد من أنواع الطابعات التي تستخدم في هذا المجال، مثل طابعات ال LCD لايت، مثل وال DLP ديجيتال لايت بروسيسور، وال FDM الذي الدكتورة كمان شرحتها قبل شوية، وكمان طابعة ال SLS التي تستخدم طابعة الليزر.
التطور الملحوظ اللي حاصل في طب الأسنان وفي المواد اللي دخلت في طباعة الطبية، لوحظ أن هناك تحسن دقيق في عملية الطباعة، وأن الطباعة أصبحت أدق مما كانت منذ قبل. وكان في السابق كانت بدأت تتطور معنا هي منظومة الكاتكام، بس الآن أصبحت الطباعة أدق وأفضل من المنظومة السابقة، حيث أظهرت الطباعة الثلاثة الأبعاد أن الدقة في الطباعة أفضل من دقة طباعة الكاتكام بعشرات المرات. بالإضافة إلى أن التنافس اللي حاصل في الشركات المصنعة للمواد في استخدام المواد الداخلة في طباعة المستلزمات الطبية الخاصة في طب الأسنان، أصبح بالإمكان أن إنتاج جميع المواد الطبية أو جميع المستلزمات مثل السيراميك والزيركونيوم. الزيركونيوم كان فيما قبل عبارة عن بلوكات يتم نحتها واستخراج الأسنان المطلوبة منها، بس في الوقت الحالي أصبح بالإمكان طباعة أسنان الزيركون وأسنان الإمبريس الذي بتستخدم في ابتسامة المشاهير عن طريق الطباعة ثلاثة الأبعاد. وتعتبر هذه التقنية متكاملة وتوفر في الوقت وتوفير في الكوست، التكلفة المالية. من ناحية عامة، في الفوائد الذي نلاحظها في استخدام الطباعة ثلاثة الأبعاد في التخصصات الدقيقة، حيث أن الطباعة تكون هنا أدق من طباعة في العمل السابق، تقليل الوقت والتكلفة، تحسين الجودة. أما بالنسبة للتحديات التي تواجهها أو نواجهها بشكل عام، هي مواد الطباعة. نلاحظ أنه التسارع الحاصل في طب الأسنان وفي الشركات المنافسة في الطباعة الرقمية، أنه أصبح بالإمكان للمواد أنها تستخدم في عدة مجالات في طب الأسنان، وحنعرض بعد شوية جميع المجالات المستخدمة ومجالات حية. وضروري أن تكون المواد المستخدمة في هذا المجال تتوافق مع الأنسجة والتكنولوجيا الذي الحادثة الذي نتكلم عليها في الوقت الحالي. ضروري أن كل طبيب أسنان يلم بالتكنولوجيا وال3D والجرافيكس حتى يتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا. في مجال طب الأسنان يمكن استخدام الطابعة الثلاثة الأبعاد لتصنيع الأجزاء البديلة للأسنان. طبعا الطباعة ليست حديثة يومها، وإنما كانت عند من حوالي من 1983 عن طريق العالم تشارلز هال، هو أول من بدأ باستخراج هذه التقنية. هنتكلم على استخدامات الطباعة ثلاثة الأبعاد بشكل عام في طب الأسنان. هنتكلم أول حاجة بالأقواس التقويمية أو التقويم الشفاف. طبعا التقويم الاعتيادي الذي كان المتعارف عليه، اللي قضينا أكثر من 100 سنة والجماعة كل الأطباء شغالين على نفس النظام، بينما الآن النقل النوعية في طب الأسنان أصبحت التقويم الشفاف، وهناك عدة ميزات مقارنة بالتقويم العادي. والصورة أمامكم توضح الفرق بين التقويم العادي والتقويم الشفاف من ناحية سهولة أنه غير مرئي، سهولة النزع، وصحة الفم هنا في الشفاف أفضل من صحة الفم من التقويم العادي. وبالإضافة إلى الكوست افكتيف وعدد الزيارات، بالإضافة إن المريض هنا يمكن أن يشوف الحالة النهائية لأسنانه قبل أن نبدأ معه في عملية التقويم الشفاف. وهنعرض بعض الحالات لبعض المرضى. مثلا هذه الحالة كان عندها تبسة زيركونيوم، وهنا يمكن أن نحن صعب أن نحن نقوم بعملية تركيب أباد براكت عليها، بالإضافة لعندها كروس وايت وملأ ألانجمنت في الأسنان السفلية. يعني احنا في مثل هذه الحالات معظم الوقت اللي نستغرقه من سنه الى سنه ونص عشان نعيد ترتيب هذه الحاله، بينما مع التقويم الشفاف لاحظوا ترتيب بيرفكت، اسنان الزركم لم ما تمش تعديلها بالخالص، بالاضافه الى ان الوقت اللي تم انقضاؤه في عمل التعديل هذه الحاله 5 اشهر. هنتكلم عن الاستخدام الثاني في الاسنان مثل التليل الرقمي لزراعه الاسنان. في هذا النوع من العلاج يتم أخذ أشعة مقطعية للمريض، يا إما سي تي أو سي بي سي تي، بالإضافة إلى أخذ 3D سكان للفم وعمل تحليل
عن طريق برامج خاصة لتحديد طول الزرعة وعرض الزرعة المناسبة لكل مريض، بحيث أن الطبيب بدون أن يقوم بعملية فتح فلاب أو فتح عملية جراحية، مجرد الدخول من خلال هذا الثقب إلى داخل العظم ووضع هذا الجهاز على اللثة، يمكن أن احنا نحدد مكان الزرعة واتجاه الزرعة، بالإضافة أنه السوفت وير يحدد لنا كم نسبة العظم الموجود تحت الأنسجة، بحيث أن الزرعة تكون ناجحة 100%. وهنا نعرض بعض الأمثلة لهذه الحالات. مثلا في هذه الحالة تم عمل دراسة لعدد الزرعات الذي حيتم وضعها للمريض عن طريق سوفت وير خاص، وعمل تحليل هذه الألوان الواضحة أمامكم، الأخضر والأزرق والرصاصي، هو عبارة عن نسبة العظم الموجودة في كل زرعة، فنقدر نحدد أن نتحاشى العظم الضعيف. بعدها يتم عمل بانش، طبعا هذا كله عمل سوفت وير، وإنتاج حاجة نسميها سيرجيكال جايد، هذا هو سيرجيكال جايد. بعدها تتم عملية الزراعة على السيرجيكال جايد، وكما تلاحظوا نفس الصورة المرفقة في أول في الصورة الأولى. هنتكلم على قوالب الأسنان الرقمية. الطريقة الاعتيادية لأخذ هذه القوالب كانت بأخذ طبعات من الألجينيت أو السيليكون، بعدها يتم صبها بالجبسم، ولكن نلاحظ أن هذه المواد مواد مضرة بالبيئة. وبينما هذه الطريقة الذي أخذ الأخذ الطبعة عن طريق 3D سكانر وإخراجها كقوالب سنية تعتبر أجمل أفضل وأدق، كما أنه يمكن التواصل بين المريض والطبيب، أو الطبيب أو كونسلتيشن مع طبيب آخر عبر هذه القوالب وإرسالها لكي يعمل دراسة عليها. وتوفر دقة عالية في الإنتاج، كما كذلك سهولة في الإخراج والوقت. هنتكلم على التشميع التشخيص الرقمي. المريض عندما يأتي إلى عيادة طبيب الأسنان ويحلم أن يعمل أسنان، وبالإضافة أنه ليس عنده القدرة أن يشوف أسنانه المستقبلية كيف حتطلع أو كيف حتكون بعد عملية التركيب، بهذا النوعية من الاستعمال ممكن نحن نقوم بعملية أخذ 3D سكان للحالة، بعدها عملية واكس أب أو نسميها التشميع الرقمي، نأخذ بعملية تقسيم الأسنان وتشكيلها، بعدها إخراج الموديل وعرضه على المريض، أو نعمل ميك أب وتلبيسه لأسنان المريض الفعلية. بعدها أي المريض يمكن أن يشوف كيف حتكون أسنانها المستقبلية، إذا كان راضي وصلنا على نفس الخطة، ما لم فنعيد تقسيم الأسنان. الحارس الليلي كذلك أخذ نصيبه من هذه التكنولوجيا، وأصبح للمريض أمكن نحن نأخذ إسكان للحالة وإخراج حاجة نسميها السيرجيكال جايد أو الحارس الليلي، وإعطاها للمريض، ويكون مور فيت، ثباتية عالية وأدق، كان نسبة الخطأ هنا تكاد لا تكون معدومة. ابتسامة هوليوود المتحركة كذلك باستخدام تكنولوجيا 3D أمكن أن احنا نقوم بعملية تصميم الابتسامة، ومن بعدها يتم عملية إخراجها أو طباعتها وإخراج القالب كما كأكسسري موجود، المريض يمكن أن يرتديه في كان عنده زيارة وعنده بارتي أو حفلة، يمكن أن يلبسه ويخلعه، فعملية جدا ممتازة. هنتكلم كذلك عن الطقوم الأسنان الجزئية والطقوم الأسنان الكاملة. الطباعة أخذت نصيب جدا كبير في هذا المجال، ووفرت في الوقت والجهد، حتى نقوم بعملية إنتاج هذه الأنواع من الأجهزة كانت تأخذنا أقل حاجة أسبوع إلى أسبوعين عشان نقوم بعملية الإخراج، بينما بأخذ الطبعة والتكنولوجيا الحادثة في 3D فأمكننا أن نقوم بعملية الإخراج في أقل من يوم. كذلك أجهزة التقويم العادية الذي يقوم بعملية المانوال، أصبح بالإمكان إجراء جميع أجهزة التقويم المتحركة أو الثابتة باستخدام الطبعة ثلاثية الأبعاد وإخراجها، تكون في هذا دقة وسرعة في التصميم، بالإضافة إلى تصميم مخصص لكل مريض،
والراحة والسهولة في الاستخدام، بالإضافة إن الدقة في التحكم، إنه جميع الحالات المخرجة في هذه التقنية جدا بيرفكت، ما بش لا يوجد أي اختلاف عن الستاندر لكل حالة، بحيث إنه كل مريض يأخذ نفس الجودة من العمل. وهذه بعض الأمثلة في استخدامات التقويم المعملي. تعتبر هذه الأجهزة يعني أجهزة معقدة على طبيب الأسنان أن يخرجها، أو يحتاج إلى فني يعني مختص أن يكون بالإخراج، بينما بالسوفت وير و3 دي برينتر أصبح بالإمكان إخراج أصعب التعقيدات، أصعب النماذج في هذا المجال. هنتكلم على قسم الجراحة، وهنعرض بعض الأمثلة الحية في هذا القسم. هنبدأ بالأسهل ثم بالأصعب والأصعب. هنبدأ بتعديل الثلثة. المرضى الذي يعانون من عملية الجنجرال هايبرتروفي أو البروز في اللثة، ومحتاجين إلى عملية قطع، والقطع هذا ضروري أن يكون بزاوية محددة حتى نعرض الأزنيث لكل سن، بحيث يكون زاوية الفم واضحة والابتسامة تكون جدا ممتازة. فضروري أن نحن نذهب إلى عند جراح أخصائي بريو أو لثة عشان يعمل لنا هذه العملية. باستخدام الطابعة ثلاثة الأبعاد أصبح بالإمكان أن نعطي جايد، هذا هو في المهم في الصورة، ثم نقص على الجايد هذا، نلبسه على المريض ونبدأ نقص اللثة الزائدة على في هذا المجال. فتقنية جدا جميلة، ووقت قياسي، وأقل تكلفة. الجراحة الرقمية. المرضى الذي يعانون من أمراض مثل أميلوبلاستوما أو كانسر أو أي مرض، أصبح بالإمكان أن احنا نقوم بعملية استئصال الورم ثم عملية ريتريتمنت للحالة قبل أن يدخل المريض إلى المستشفى، فما هو ذلك في النهاية كيف حيطلع. في هذه التقنية يتم قص الورم مثل الحالة هذه، الأميلوبلاستوما تم أخذها وتم تعديل الفك وتم تطبيق الصفيحة قبل إدخال المريض إلى غرفة العمليات، بعدها يتم إخراج جميع هذه المخرجات وعمل طباعتها وتعديل البليتات على الموديل المطبوع وتركيبها. وليكم بعض الحالات مثلا هذه الحالة، هذه نفس الحالة السابقة وهذه بعد العملية. هذه حالة أخرى، تم مريض تعرض للطلق الناري وتم عملية تعديل الفك، هذا طبعا الفك ده يعتبر كده معدل عن طريق طبيب آخر، كما تلاحظون انه هنا عملية كروس بايت اي واضحة، وان الفك غير مطابق. فتم عمل دراسة للمريض وعمل لها 3 دي سكاننج وانترا اورا سكاننج وتعديل الحالة وتعديل الفك، وعملنا تطابق بين كل جهة والجهة الأخرى، والجزء الناقص من الفك تم حسابته كم يحتاج إلى زراعة عظم. التخطيط الجراحي او الاورثوجنافيك سيرجري، هذه تعتبر من اصعب العمليات الجراحيه في طب الاسنان، والذي هي ضروري مشاركه اخصائيين، اخصائي التقويم واخصائي المكسيلوفيشيال. في هذه العمليه تتم للمرضى الذي يعانون من تشوهات خلقيه مثل الطباق من الصنف الثاني او الصنف الثالث او انومالي في الفك. ففي مثل هذه الحاله ممكن ان نقوم بعمليه سي تي للحاله، وعمل 3 دي سكان للوش، كما نعمل 3 دي سكاننج للفم داخل للمريض، بعدها نقوم بعملية دراسة الحالة وإقطاع وتعديل الفك. والمريض في هذه المرحلة ممكن أنه يشوف حالته المستقبلية قبل كيف حتكون قبل أن يدخل على العملية، وما هي المضاعفات التي حتتم قبل ما أن يدخل، وما هو الفك الذي حيتم تحريكه، الفك العلوي أم الفك السفلي. بينما كان من السابق كانت الحاله يعني في علم الله كيف حتخرج، على تعتمد على السكيل حق الجراح. اذا كان الجراح فاهم حيطلع على الجراح، بينما بالسوفت وير و3 دي برينتر الوقت الحالي اللي اصبح المريض قادر ان يشوف حالته المرضيه كيف حيطلع قبل ان يدخل العمليه. وذلك بعد ما يتم بعمل الدراسه يتم انتاج حاجه نسميها الويفر، قطعه بلاستيكيه صغيره يتم اعطائها للجراح في غرفة العمليات عشان يبدأ يخرجها. وهنعرض بعض الحالات، مثلا هذه الحالة صنف ثالث، وهذا الحالة قبل البدء، طبعا هذه كلها سي تي مع 3 دي سكاننج للوش مع 3 دي سكان للفم،
وهذه في جميع البلانينج، التعديل في جميع البلانينج، وهذه الحالة قبل، وهذه الحالة المتوقعة بعد العملية. وهنا حنتكلم عن نسبة الادفانسمنت 5 مم، ونسبة السيت باك للمندبل 5 مم، وهذه بعدها حتطلع العملية بالشكل الواضح في السوفت في التيشو. بالإضافة إلى إذا كانت الطبيب هنا طاب من تعديل الجينوبلاستي أو التكن، يتم تعديله كما تلاحظوا في الصورة الأخيرة هذه، فتم تعديل التكن على حسب الزوايا المطلوبة أو الكونسلتيشن اللي تم بيننا نحن والطبيب. في النهاية المريض حيطلع بهذه الحالة وبهذه الصورة. القطع الذي حيتم توفيرها حيتم إعطاء قطعتين، قطعة الفك العلوي مع الفك السفلي الذي هو ويفر واحد مع ويفر اثنين، والسيرجيكال جايد للفك العلوي بالإضافة إلى التشين جايد أو الجينوبلاستي جايد. هنتكلم على تعويضات البيك، وهذه عبارة عن تكنولوجيا جديدة تم إخراجها عن طريق طابعة الـ FDM، وهي تعتبر آخر إصدارات التكنولوجيا في طب العظام. في هذه التكنولوجيا يتم طباعة الأجزاء المفقودة من الجسم باستخدام مواد بلاستيكية مطعمة بالعظم الصناعي، بالإضافة إلى وجود مادة الهيدروكسيبيتايت كريستال الموجودة داخلها. فيتم عمل طباعة للجزء المفقود بدلا من كان في السابق أنه يتم عمل جراحتين. الجراحة الأولى هي عبارة عن جراحة لأخذ الطعم العظمي، يا اما من الإلياك او الحوض او من اي جزء من الجسم، وزراعتها في الجزء المفقود. بس في النهايه نخرج ان المريض طلع بتشوه خلقي، غير يحتاج الى بعدين الى عمليه بلاستيك سيرجري عشان تعديل بينما في هذه التقنيه يتم طباعه الجزء المفقود كان الجزء المفقود جزء منه. بالاضافه ان الجزء المفقود الذي يتم طباعته عباره عن جزء بلاستيكي في متلائم مع الانسجه، بالاضافه ان الجزء هذا يتم ان الخلايا الاوستيوبلاست والاستيوكلاست او الخلايا العظميه يتم النمو خلال هذا الانسجه، وما فيش اي ريجكت من الجسم، وراحه تامه للمريض. لذلك ان نسبه الاجريسيف في العمليه هنا تكون اقل بكثير. وانا اعرض بعض الحالات التي تم عملها. مثلا هذه الحاله حصل لها كانسر تحت العين، واخذ لها سي تي للحاله، واخذ طبعنا طبعه البيك هذه القطعه، وهذه المريضه اثناء العمليه. حاله اخرى تعرضت لجان شوت طلق ناري، اخذت له جزء من العين، اخذنا المريض وعملنا له سي تي، واخذنا الحاله وعملنا لها ميرورينج الذي هي عباره عن موازاه بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، وانتاج التعويضه النهائيه، وكانت الحالة كما هي واضحة في الصورة. كذلك هذه الحالة كان شوت جزء من التمبراليس اختفى على المريض. هذا الحجم من التعويضة جد كبير ان احنا نقدر نعوضه. لو تلاحظوا حتى ان الاطباء حاولوا عمل صفائح وترميم للحالة لكن دون جدوى، المساحة كبيرة. فتم عمل تعويضات بيك لهذا المريض وعمل هذه التعويضات. التعويضات السيليكونية الدكتورة قد تطرقت إلى نوع من إلى جزء من هذا الموضوع، وهو المرضى اللي يعانون من سرطان أو عدم القدرة على عمل فلابات أو بلاستيك سيرجري لهم. فأصبح بالإمكان باستخدام طابعة السيليكون، أصبح بالإمكان أن احنا نقوم بعملية رسم للمريض وإعطائه التفاصيل النهائية للوش عن طريق برامج جرافيكس مثل زيبروش او سينما 4D او اي برامج تصاميم، بعدها يتم عمليه الاخراج للطبعه للسيليكون. كذلك هذه الحاله المريض اخذ جزء من الانف حصل له كانسر، تم الاخراج لها. شكرا جزيلا. شكرا شكرا سعادة الدكتور، بارك الله فيك على هذه المعلومات الأكثر من رائعة، جزاكم الله عنا كل خير ونفع الله بكم، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، والآن ختامها مسك، ونختم هذه الندوة مع المشاركة الأخيرة مع الأستاذ مصطفى حمزة أغلو، وعنوان مشاركته طباعة النموذج الأولي للمنتجات الصناعية تجارب عملية. وللأستاذ مصطفى حمزة أغلو خبرة
كبيرة في هذا المجال، فليتفضل. بارك الله فيه، ومعكم الصلاحية أستاذ الفاضل أستاذ حمزة، تفضل. السلام عليكم، حياكم الله. رمضان مبارك عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. الأساتذة والأستاذة ما شاء الله عليكم، أبدعتم في الطرح، خاصة الطرح إن كان على موضوع الأسنان. موضوع الأسنان جدا مهم في موضوع الطباعة وثلاثة الأبعاد. نحن سنتكلم عن تجربتنا في المجال الصناعي البحث في الطابعات ثلاثية الأبعاد. أنا عن نفسي يعني بدأت العمل في الطابعات الثلاثية الأبعاد تقريبا من 2013، مع أول شركة تركية بتصنع طابعات ثلاثية الأبعاد في تركيا. فكنا نحن أول شركة بنصنع ونبيع هذه الطابعات ونقوم بصيانتها. نحن رحنا هدفنا كان نخدم الجامعات ونخدم قسم بشكل أساسي اللي هو العمارة والإنشاءات في الجامعات، لان كانوا هم يحتاجوا ينفذوا مشاريع. في بعض القطع كان صعب تتنفذ باليد، صعب تتنفذ بالخشب والتجميع 2D، يعني كان في قطع لازم تصير 3D. نحن بلشنا بهذا المجال انه نطبع للطلاب، طلاب العمارة بشكل خاص، نطبع لهم قطع صعب تصنع باليد. بعدين احنا انتقلنا نخدم، الان ظهر مع الزمن مع انطلاق موضوع ال 3D، مع توسعه، مع حتى قلة تكاليفه، ظهر مع الزمن مصطلح جديد في الصناعة، واللي هو صناعة الكميات المحدودة. يعني احنا نتكلم على قبل 10 سنين، 15 سنة، مع الطباعة زي ما ذكر الأستاذ الأخ من شوي فاضل، هي من الثمانينات موجودة الطباعة، لكن كانت مكلفة. فنحن كل فترة كل ما بيزيد تطوير هذا الشيء بشكل أو بآخر التكلفة عم بتقل، فكل ما بتقل التكلفة عم بصير استخدام لها مطروح أكثر في الأسواق. فنحن مثلا قبل، إذا كنا نتكلم الآن قبل 10 أو 15 سنة، من المستحيل إنه تشوف أحد من المصنعين إنه عنده فكرة منتج برودكت حابب يصنع منه 1000 2000. كان المعروف يعني أبجدية التصنيع إنه اللي يفوت تصنيع يصنع مثلا 100,000 قطعة، هذا أقل شيء، 200,000 قطعة. اتكلم عن اي شيء، خلينا نقول بلاستيكي، خلينا نقول يعني واحد حيسوي عبوات بلاستيكيه لازم كان يسوي مثلا اقل الشيء ابو نص مليون قطعه او مليون قطعه حتى. طيب مع الزمن ظهر مصطلح جديد انه انا عندي كميات محدوده، انا اصنع منتجات محدوده، يعني الانتاج تبعي غير متاح لابو نص مليون، غير متاح لابو 100,000، انا الانتاج تبعي متاح فقط ل 100 200 300 جهاز مثلا. فأنا أحتاج يكون في عندي مجسمات بهذا الأساس، 100 200 300 جهاز. فظهرت الطابعة بديلة عن موضوع الحقل والبلاستيك والصناعات اللي خلينا نسميها كميات ضخمة، لدرجة في مصطلح موجود الآن، موجود حتى في تركيا، موجود في كثير الدول، الدول العربية ما رأيت موجود، مصطلح يسموه 3D printing farming، يعني هو يعمل فارم ل 3D printing. يعني يكون في عندنا غرفة، داخل الغرفة هاي في تقريبا أكثر من 100 200 3D printer، وتطبع منتج واحد. فهي بحيث في اليوم الواحد فيها تطلع 100 قطعة، 150 قطعة، 200 قطعة. هذا أتاح للمصنعين نفسهم إنهم يجربوا التصنيع، ما يخافوا من موضوع التصنيع. يعني فعلا التصنيع قديما كان مكلف ومخيف، هو لو واحد عمل أي خطأ في التصنيع فاحيانا كان صعب انه يتحاشاه، وكان هذا يتكلف مثلا 7 $8,000 $9,000 $10,000 تتكلفها على الفاضي مثلا. الان مع موضوع الطباعه لا، صارت الشركات حتى اول 100 150 برودكت يكون طباعه، ما عندها مشكله، يكون طباعه ومع فينشنج نهائي كانه منتج نهائي. وهذا الشيء بلشت تستخدمه شركات كثيره، شركات عالميه حتى، وخاصة الشركات اللي بتشتغل الآن في يسموها في تركيا البياض أشياء، اللي هي مثلا موضوع الغسالات والبرادات والماكينات القهوة وكذا إلى آخره. صاروا يصنعوا في الأول يصنعوا كميات محدودة من بلاستيك تبع الطباعة. عن تجربتنا نحن الشخصية، نحن أيضا عندنا منتج في تركيا اسمه حرز لقراءة صوت البقرة. نحن الحمد لله رب العالمين، قبل ما نصنع كميات ضخمة إن لازم نتجه على كميات محدودة.
فصنعنا ما يقارب 150 قطعة من البلاستيك. طبعا هذا أخذ منا وقت، أني الطابعة مش سريعة مثل الحقن. يعني أنا عندي في الحقن في البلاستيك أنا في الثانية، أنا في 30 ثانية بطلع جهاز كامل، لكن في الطابعة ممكن 4 ساعات 5 ساعات. لكن بالنسبة للتكلفة هي مهمة، وإني يتاح لي موضوع إني أنا أحسن أعدل. أنا في كتير أشياء عدلتها لو ما أخذت فيدباك بعد أول 50 حبة، بعد أول 100 حبة من بيع المنتج، لو ما أحسن أخذ فيدباك وأحسن أعدل. لكن الأشعار شوطة فعلا، لأني الآن نحن عم نطرح منتجات جديدة في السوق، فمنتجات جديدة بالعادة عمرها التطويري أطول، إنها بياخذ من العميل فيدباك، بيعدل حسب العملاء، بيعمل اختبارات حسب العملاء. يعني كل شيء جديد الآن مختلف عن الماضي، يعني الآن السوق مختلف تماما عن الماضي. فموضوع 3D printing زي ما تكلمنا فيه، هو صار بالنسبة لنا نحن نعتبر مخابر صغيرة، صار أداة مهمة جدا زي أدوات المخبر الثانية العادية. يعني أنا أتكلم على كاوي أو على لاحم تبع أكتونيات، كم هو مهم في الورشات الصغيرة، في 3D printing 3D printer صارت مهمة بنفس الأهمية. لا يكاد الآن مصنع مهتم في التصنيع بلاستيك إن كان أو كذا إلا يكون في عنده أكثر من نوع من 3D printer. أنواع 3D printer جدا كثيرة وجدا مختلفة وفعلا جدا يعني متعمقة. ال 3D printer أنا اشتغلت عليها في أكثر من جانب زي ما كلمتكم، اشتغلت عليها في الجانب الطبي. نحن وقت نقول 3D printer بخطر على بالنا بس فقط هي اللي بتطبع البلاستيك، لكن أنواع كثيرة جدا، في الطابعات الليزرية، في الطابعات في الليكويد، يعني أنواع فعلا متقدمة جدا. نحن الآن اللي عم نشوف أكثر شيء هو الـ FDM، اللي هو اللي بيصهر بلاستيك ويرجع بشكل من أول لجديد، لكن هذا نوع جدا بسيط من 3D printer. يعني احنا عندنا كان عندنا قطعة كنا نشتغل في المجال الطبي في تصنيع أدوات طبية، في منشار لحفر العظام فيه قطعة كان من الصعب تتصنع بالأدوات العادية، كان أفضل تصنيع لها إنه يكون 3D printing، بس حيكون ميتال، حيكون حديد، فسويناها من حديد مثلا. لأني في بعض الأعمال اليدوية فعلا لو هي حتتم في اليد حيكون فيها أخطاء كثيرة وحيكون فيها زمان كثير يضيع، وحتحتاج الخبير اللي يشتغل على الخبير اللي خلينا نقول اللي عنده هواية يدوية أو عنده خبرة يدوية يحسن يشكل أشياء في يده، فهذا مشكلة يعني فعلا. فلذلك كثير من المصانع الآن على موضوع في قسم التطوير 3D printer هذا شيء أساسي، يعني ما لا يتغير، يعني صار من أبجدية التصنيع، أبجدية التطوير خلينا نقول، مش أبجدية التصنيع. التصنيع يعني قد يكون يخطر على البال أن تصنيع كميات ضخمة وكذا إلى آخره، لا، أنا أتكلم عن أبجدية التطوير، اللي هو أنه المعمل يحتاج أحيانا 50 100 200 ممكن 300 قطعة، ما في مشكلة ممكن يعملها ب 3D printer، ممكن ياخذ فيدباك على هالأساس. أنا كانت هي تجربتي، يعني ما أحب أطول عليكم وما أحب آخذ وقت زيادة، والله يعطيكم العافية، وأظن إلى هنا أنا أكون خلصت. بارك الله فيك أستاذ مصطفى، الله يحفظك إن شاء الله، جزاك الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، نفتح الآن باب النقاش والمداخلات لمن أحب أن يشارك معنا. فمن أحب المشاركة ويطرح سؤالا أو استفسارا على الأساتذة فليقم برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤاله على الشات. فتفضلوا، بارك الله فيك. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا للأساتذة المشاركين فليتفضل برفع أداة اليد أو يطرح سؤاله على الشات.
أحبتنا الكرام، هل يوجد سؤال أو استفسار؟ نعم، هناك سؤال من الأستاذ ماجد يطرح: ما هي المواد المستخدمة؟ نعم، في أحد من الأساتذة يحب أن يشارك وأن يجاب على هذا السؤال؟ اوكي دكتور، ممكن اعطيهم نبذه مختصره بس. تفضل تفضل دكتور. اذا كانت كله يعتمد على نوع الطابعه، اذا كانت الطابعه تي ال بي او ال سي دي، المواد المستخدمه عباره عن ريزن، مواد سائله، وفي انواع مختلفه من المواد السائله المستخدمه مثل الاي بي اس لايك وانواع اخرى، كل ماده تختلف عن الماده الاخرى ويتم استخدامها حسب الحاجه. هذا من ناحيه انواع الطابعه ال سي دي والدي ال بي. طابعه الاف دي ام عباره عن مواد فيلمنت، مواد بلاستيكيه يتم حقنها على الطابعه والطابعه تتم طباعتها. بالنسبه لطابعه الاس ال اس، عباره عن مواد باودر ويتم تصليبها باستخدام الليزر. نعم، جزاك الله خيرا دكتور، الله يحفظك. طبعا في سؤال ثاني: هل المواد المستخدمة ضارة بالإنسان وصحته؟ سبق وتطرقت لهذا الشيء، انه جميع الشركات الان في تنافس كبير ان تكون جميع المواد المستخدمه تكون مواد صحيه وغير مضره للجسم. بالاضافه انه عدم وجود ماده البوليمر او الريزن حق الاسمنت، لذلك المواد كلها مواد هيجينيك، ما بش لها اي تاثير. نعم دكتور، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. نعم، ما زال باب الأسئلة والاستفسار مفتوح لمن أحب المشاركة. ممكن يا دكتور أجاوب برضو على المواد للأستاذ اللي سأل؟ تفضل تفضل سعادة الدكتور، تفضل. إحنا اتكلمنا عن المواد اللي بتستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل مبسط جدا، قلنا جميع المواد المعدنية واللدائن والبلاستيك، بوليمر الخشب، الخشب ده طبعا هيدخل معانا في الديكور والحاجات دي، الورق، الأطعمة، فكل المواد دي حاليا احنا بنستخدمها في الطباعة ثلاثية الأبعاد. زي ما الدكتور قال، كان قبل كده سابقا ممكن المواد دي تكون فيها نوع من الضرر لو احنا استخدمناها في المعالق والأطباق والشوك، لكن حاليا الحمد لله كل الاتجاهات ان احنا بنستخدم مواد غير مضرة ان شاء الله للإنسان، وبنستخدمها في التعامل اليومي بتاعنا. شكرا. شكرا شكرا سعادة البروف، بارك الله فيكم. نعم أحبتنا، ما زال باب المناقشة مفتوحا لمن أحب أن يستزيد. نعم، معنا أيضا سعادة الدكتور سيف السويدي، فليتفضل سعادة الدكتور. تفضل دكتور. شكرا شكرا جزيلا استاذ عدنان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. حقيقه اشكر يعني المداخلات والمحاضرات القيمه تفضلت بها الدكتوره شيماء محمد، وكذلك الدكتور امين يحيى يعني جزاه الله خير، والاستاذ مصطفى حمزه. انا حقيقه يعني السؤال للدكتور امين يحيى، يعني انه الموضوع بحكم تخصص ايضا في مجال طب الاسنان، يعني كنا نشتغل على السمبلانت سوفت وير اللي هو البروجرام اللي ناخذ بيه الاكس رايز بعد ما تكون بالسي بي سي تي، نحولها على السمبلانت سوفت وير. فهل في شيء يسمى بالاي بي اي انتجريشنز بين هذه السوفت ويرز مع الطابعات؟ يعني مثلا من اي كات ماشين، ولا مثلا سي بي سي تي، ولا سمبلانت، في اي بي اي مع هذا النوع من الطابعات اللي حاليا تستخدموها بالمركز مالتكم، يعني اللي وضحت لنا اياها حضرتك؟ شوف دكتور، بعد عملية انك حتخرج الحالة وتعملها بالسوفت وير نعم ايا كان، حتعملها باكزوكات او ايش ما كان السوفت وير، حيتم اخراجها بصيغة جي كود او حتخرجها بصيغة اس تي ال. في كل شركة من شركات الطابعات بتعطيك سوفت وير عشان يقبل لك الجي كود اللي حتدخله عليها عشان تبدأ عملية الطباعة، بس ضروري تعمل كاليبريشن للطابعة، يعني في شوية مراحل تعملها عشان الاكس واي زد تكون 100% محكمة معك، جميل وكل جميل شركة عن شركة تختلف. نعم. أين مقيم دكتور أمين؟ في أي دولة؟ في اليمن
في اليمن. يعني هذه الأشياء اللي شفناها الآن كلها من يعني من اليمن، يعني في اليمن حاليا. كلها آه في ما اليمن، شاء الله ما شاء كلها الله. حالات عندنا في المركز. طبعا نعم، نعتبر احنا اول مركز 3D في اليمن. أول مركز 3D في اليمن، جميل ما شاء الله. وين بالضبط في اليمن؟ الدائري الغربي جولة 20، والفرع الثاني في الحي السياسي. نعم نعم جميل. إن شاء الله يصير بيناتنا اتصال، يعني نرتب تحت شيء أمرك، مشترك. الله يحفظك ويبارك فيك، تحت أمرك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا أستاذ عدنان، أنا ما عندي شيء ثاني، بارك الله فيكم. شكرا شكرا سعادة الدكتور سيف، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، ما زال باب المداخلات مفتوحا، من أحب أن يستزيد. نعم طيب أساتذتنا الكرام، في كلمة ختامية قبل أن ننتقل إلى فقرة شرح الشهادة. طيب على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونفع الله بكم وزادكم الله علما. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل مع حضراتكم الآن إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة الحصول على الشهادة. طبعا تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات لمن كان عنده خبرة في الدخول إلى الموقع إلى المحاضرة مباشرة، وسنشرح الآن الطريقة المفصلة للحصول على الشهادة لهذه الندوة إن شاء الله. نعم سنقوم على عجالة بمشاركة الشاشة معكم. نعم أحبتنا، نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب فيه منصة أريد العلمية. نكتب منصة أريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. نقوم بوضع بالنسبة للأعضاء المسجلين فقط تسجيل الدخول مباشرة، ينتقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. وبالنسبة للأخوة الذين لم يسجلوا معنا بعد ولم يلتحقوا بركب المنصة، فبإمكانهم التسجيل على حساب جديد. يتطلب الأمر خطوات بسيطة، وهي الاسم باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية، وأيضا البريد الإلكتروني وتأكيده، وكلمة المرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها. ومن ثم بعد الانتهاء من ذلك نضغط على التسجيل، زر التسجيل، فنصبح هنا أعضاء رسميين في المنصة. وكذلك أحبتنا، لمن أراد أن يستزيد أو أشكل عليه شيء، فبالزاوية العليا للشاشة موجود زر مكتوب عليه شرح مبسط لعملية التسجيل بإمكانكم الاستفادة منه. عند الانتهاء ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، وتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. نجد في منتصف الشاشة زر مكتوب عليه سباق الأمم، نقوم بالضغط على سباق الأمم فننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لسباق الأمم، وتجدون فيه جميع الأجزاء والأقسام وكل ما يختص في برنامج سباق الأمم. نعم أحبتنا، نقوم بالدخول من أعلى الشاشة، نقوم بالدخول على الجلسات، نختار الجلسات. في زاوية الشاشة العليا يوجد الجلسات، فننتقل مباشرة إلى جميع الندوات، ونختار منها الندوة أو الجلسة التي نحن بصددها، ورقمها 12، رقم الجلسة 12، فنقوم بالنزول إلى الأسفل فنجد الندوة العلمية، ونجد أيضا أن المؤشر يؤشر أنها بث مباشر. وبهذا نقوم بالضغط على ندوة علمية أو الندوة العلمية، فينقلنا إلى الجلسة التي نحن بصددها. نقوم باختيار الجلسة، أو عفوا نقوم باختيار الشهادة، شهادة المشاركة. يتطلب الأمر كود شفرة حتى نقوم بأخذ الشهادة. الشفرة هي أرجو تسجيلها لمن أحب أن يرجع لها
في الأيام القادمة أو الوقت اللاحق. الشفرة هي 5 6 7 8 9 0. أكرر مرة أخرى، 5 6 7 8 9 0. نعم، عند كتابة الكود ينتقل مباشرة إلى صفحة التحميل للشهادة، نضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية فتظهر عندنا الشاشة بالصورة التي تظهر أمامكم. نعم، نجد فيها اسم الشخص الذي تم منحه الشهادة وعنوان الندوة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، ثورة الإنتاج. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا ننوه إلى أنه غدا إن شاء الله سوف نقوم برفع تسجيل المحاضرة أو الندوة عفوا، سنقوم برفعها على الصفحة الرئيسية للمنصة على اليوتيوب، ستجدونها إن شاء الله على الصفحة الرئيسية لليوتيوب للمنصة. وأيضا بإمكانكم الرجوع إلى جميع الحلقات وأيضا المحاضرات التي قدمت في الأيام الماضية على المنصة، ستجدونها جميعا إن شاء الله على صفحتنا في اليوتيوب. نعم أحبتنا الكرام، ننتهي هنا مع فقرة الحصول على الشهادة، ونختم كلامنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ورمضانكم مبارك، تقبل الله الطاعات منا ومنكم، وإلى لقاءات تتجدد بإذن الله وندوات علمية مفيدة بعونه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.